في عربية طبعا نادرة، وعربية كلها أنتيكة. تبص العربية كلها خشب مكسية بالصاج، يعني بص هنا القوايم، قوايم هنا كلها خشب مكسية كلها بالصاج كلها. الطابلون ده خشب، وبالك الطفاية بتاعتها عربية نادرة. الحقيقة أنا اتولدت لقيت نفسي عايش جوه العربيات القديمة، يعني لقيت والدي شغال في الحاجات دي، فبدأت إن أنا أحب أشكال العربيات القديمة، بدأت أعجب بشكلها وبحلاوتها وجمالها. وتاني حاجة برضو حببتني فيها إن أنا لقيت العربيات دي بشوفها قدامي في الشاشة، يعني وأنا صغير كنت بلاقي فيلم الممثل الفلاني ركب العربية بتاعتنا. عربية بقى لها 120 سنة، الموتور بتاعها الأصلي الموجود فيها عربية تحفة، حتى ده خشب، صدر عربية خشب. عربية طبعا شيك جدا، فاخرة، منظر جمالي، تحس وانت ماشي في العربية كل يتفرج عليك ويشوف جمال العربية.